نظمت مجموعة من الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى شخصيات سياسية وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى في وسط العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بتشريع قانون يجرم العنف ضد الأطفال على خلفية قضية مقتل الطفل موسى ولاء على يد زوجة أبيه، والتي هزت الرأي العام في العراق بعد صدور حكم محكمة الجنايات بسجن المجرمة عذراء الجنابي 15 عاما. انصدمنا بأن القرار ما يتناسب، ولذلك اليوم وقفتنا نطالب مجلس القضاء الأعلى، كلنا ثقة بمجلس القضاء الأعلى أن ينصفون الطفل موسى وكل طفل آخر يعنف داخل الأسر وعنف يؤدي إلى قتل بشع بهذه الطريقة، أن ينصفونه ويعيدون النظر من خلال محكمة التمييز الاتحادية بتغيير التكييف القانوني لتكون العقوبة أشد من العقوبة الموجودة الآن، خاصة وإحنا ما عندنا قانون لمناهضة العنف الأسري. زين، هو القانون هذا أنا أريد أعرف أنا على أي أساس استند؟ على شنو استند قانون 410؟ على مود أنه ضرب أفضى إلى موت. زين، مضرب مستمر، زين مضرب كان متعمد، الطفل مشمور بالقاع من 11 الصبح لـ3 الظهر، زين شلون يصير بعد الضرب؟ شلون يصير القتل المتعمد يعني؟ وطالب هؤلاء بإنزال أقصى العقوبات بحق قاتلة الطفل موسى لردع بقية المجرمين الذين يرتكبون يوميا جرائم يذهب ضحيتها عشرات النساء والأطفال دون وجود أي رادع. موسى ضحية المادة 57، لأنه القانون الحالي ينطي للطرف الحاضن حضانة أبدية منفردة. لو كانت أكو حضانة، يعني لو كانت أم موسى تشوف ابنها على أقل تقدير يومين بالأسبوع كان شافت هذا الضرر اللي حصل عليه. الآن القانون الحالي ما يسمح للطرف الآخر أنه يشوف ابنه مبيت، يعني ساعتين أو ثلاثة بالمحكمة ما تكفي، يعني يمكن إذا أخذ ابنه اصطحابه تخلص من الازدحام، فش يشوف من ابنه؟ شفته من عدة. طالباتنا بأنه الأطفال يعيشون بين الوالدين حتى وإن انفصلا، لا يحرم أي من الأبوين أو بالأحرى الطفل من الرعاية والعناية من والديه الاثنين معا. سجلت منظمات حقوقية عراقية تصاعدا خطيرا في معدلات العنف ضد الأطفال والنساء في البلاد، والسبب يعود إلى غياب القوانين والتشريعات التي تردع تكرار مثل هذه الممارسات. الرأي العام في العراق يرى أن هذا القرار الذي اتخذته محكمة الجناية ضد المجرمة لن يكون رادعا لوقف تعنيف الأطفال وقتلهم كما حدث لموسى. شروق الغانم، اليوم بغداد.